مرحبا شباب، فيديو جديد BMW E60 ومراية تعبانة. ما راح أبدل القطعة كامل، راح أبدل الجامة فقط، يعني المراية هي بوحدها فقط. أول شي نفتح سويتش وننزل المراية لآخر حد. هنا راح يصير عندك مجال أو فراغ بين المراية والقاعدة. دير نفيس عدل وحاول تفصلها عن القاعدة يواش يواش. مثل ما تشوفون البلادية بيها فيشتين، واحدة للهيتر والثانية للتعتيم. هذني الجدد مثل ما تشوفون، ما شاء الله حلوات كلش، وسعره معقول. الوحدة تقريبا ب20,000، ومع الأسف ما لقيت أم التعتيم هذني بس بيهن هيتر. ثبتنا فيش الهيتر وهسه نقعد المراية. أتمنى يكون الفيديو فادكم ولو بمعلومة بسيطة، ولا تنسونا من الدعاء.